اوكي، مرحبا، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تمام. بدنا نشرح هلا البروسس لينكس في تعلم لغه الاكسير. بروسس لينكس يعني روابط بين العمليات. اوكي، البروسس لينكس هي بتخلق علاقات بين العمليات، شو اسمه، وبتفعل او بتعطي القدره لقناه اخرى من التواصل حتى تكون مستعمل بين اثنين. هلا القناة بتسمح للعمليات حتى تكون او حتى ينعطى لها اشارة او تعطى اشارة لما تكون في عملية تانية بتموت. فهي مش يمكن ما تكون واضحة انه تسلسل العمليات او تسلسل موت العمليات بيكون مفيد لما بيكون مفيد، بس بالحقيقة هو رح يكون مفيد بالاخص لما تكون العملية مرتبطة بفكرة الفيل فاست فلسفي. فكرة الفيل فاست فلسفي يعني انك كيف يعني تنتقل من المطرحة او شو اسمه، يعني تخلي انت بسرعة تحسب الامور فاشلة، مش انه ضلك ناطر عليها. اوكي، لانك انت بدك تخلي مثلا عمليه مفرخ منها عمليه ثانيه عم تعمل سبون منها، خلص خلي كل شيء يموت وبعدين بلش من الصفر. اوكي، فالانظمه المعقده راح يكون في كثير عمليات اللي تشتغل مع بعض حتى تشكل النظام. اوكي، وكثير من هاي العمليات راح تكون مرتبطه ببعض، موصوله ببعض البعض، وكمان بعض منهم بيكون بيعتمد، يعني مو معقول بعض منهم بيكون بيعتمدوا على بعض حتى يحصل على نتائج. فالمشي عملية تموت لأنه هناك ما في بالمرة أو ما عاد في، بس لأنه ما عاد في سؤال تبع إذا كان في هيك شيء. أوكي، فالمبرمج رح ياخذ مضطر ياخذ قرار. أوكي، هل المبرمج لازم يحاول يحدد كل ال او يحصر كل العمليات كل الاحتمالات ويحدد امتين او يصرح امتين العمليه لازم تموت. اوكي، او وين. اوكي، او يقتل كل العمليات اللي هي بتعتمد على هاي العمليه اللي انضربت او اللي ماتت. اوكي، وبلش كل الشغل من اول وجديد. اوكي، من الصفر على شو اسمه، على صفيحة بيضاء. اوكي، على صفحة بيضاء. طيب، هلا الاستراتيجية السابقة هي يعني زي فخ مغري. اوكي، وعادة مختار لأتفه الأسباب. اوكي، مثل عدد مرات الفشل، عدد حالات الفشل. اوكي، فهي بتكون واحد بظن انه هي تكون قليله مثلا، او انه مثلا شغلات معينه مثلا. اوكي، شو بعدين هون، مثلا هون عندنا كمان فشل العتاد او العتاد نفسه خبص. اوكي، او مثلا لاي سبب مش يعني مش الناس مش معود عليها. اوكي، انه بالمره ما راح يحصل. اوكي، ولكن كثير من هالاسباب لاختيار هذا الطريق بتكون مبنيه على افتراضات، يعني أكثر الأحيان تكون هي يعني افتراضات جاي مضللة. أوكي، فالتصميم العام أو النهائي تبع النظام بيصير أسهل لما تكون افتراضات تكون محدودة أو محددة. والخطوات حتى ياخذ الواحد او يجي يشتغل على الخيار، على خيار الفشل. اوكي، بتكون واضحه، يعني بس يجي عنده واحد فاجأة فشل بيقدر واحد
بسهولة يتخلص من الموضوع، اوكي؟ انه ما يفترضش من حاله كتير، خلص يخلي يقلل افتراضاته، اوكي؟ وهذا بيعني انه النظام بصير اسهل لواحد يقدر يفكر فيه، اوكي، ويصير يقدر يبرمجه، اوكي؟ ولما تكون العمليات شو اسمه افتراضات بتكون محدودة وواضحة، بتكون المشاكل او حالات الفشل بتكون مفضوحة وسهل التعامل معها، اوكي؟ فروابط العمليات بتخدم هذا الهدف، انه تخلي اشارات الفشل، اوكي، تيجي تتسلسل تتغلغل لان هي ما تمشي مع السلسله كلها تبعيت توليد العمليه بتفريخها، اوكي؟ فمثلا عندك من البي للطفل، اذا الطفل خرب بزب بنزل حاله لحد البي وخلاص بقول له في غلط وعيد من الاول، اوكي؟ هلا في حال انه مثلا صار في خلل مثلا معين، او صار في فشل معين، حالة فشل او حالة خلل معينة، اوكي، كيف بنعالج هذا؟ بصير بهذا الجزء والجزء اجزاء او شو اسمه وجزء من الفصل الجاي، اوكي؟ طيب spawning with links، اوكي، انه تفريخ العمليات باستعمال الروابط، اوكي. هلا من الاخر في عندنا اثنين فانكشنز، اوكي، في عندنا واحد اسمه spawn link، في واحد اسمه spawn link 3، هن نفس الشيء مثل spawn العاديه، اوكي، اللي شفناها بالاول الحصه السابعه، اوكي. هلا فاذا عم بقول لك هون spawn link، اوكي، بتعمل سته، في عندنا spawn link 6 بـ7، اوكي، هيدي بتاخذ فانكشن واحد وخلاص، اوكي. هلا مثلا اذا وهيك بتشتغل، اوكي. هلا بنعمل سبون لينك اياها 6 و7 ويطلع لك بروس اي دي عادي مثل نفس الطريقه القديمه، اوكي. طيب هلا اذا عملنا سبون لينك ل مع اكسبشن، اوكي، راح تشوف الاكسبشن هون لو عملنا ريز فيلينج، اوكي، تشوف الاكسبشن ضلوا ساحب على الاخر، يعني هي من هذه هذا الطفل اول وحده 109، اوكي، وبعدين تنزل هون كمان على البي، اوكي، فبتضلها جاره، يعني في انجرار اذا بدكم، يعني مش عارف كيف بدكم اياها، يعني زي السلاسل، حلقات السلاسل، اوكي، او الجنزير، اوكي، بتضلها ساحبه يعني مع الحلقات، اوكي، مش بتوقف على الحلقه اللي واقفه فيها هي، تمام. وبقول لك النتيجه ممكن تكون هون، عم بقول لك النتيجه ممكن تكون مختلفه مع فرق الاصدار، يعني تمام. هلا خلينا نحن كيف نظبط الموديول تبع الوركر اللي عملناه سابقا، اوكي، مع السبون، كيف ندخل عليه طريقه تخليه انه نبعث له رساله يصير يموت او يتسكر مزبوط، اوكي. ف هون بنلاحظ، نتذكر انه الريسيف فانكشن ريسيف، اوكي، بيشتغل مثل الكيس، كيس اوف، اوكي، مثل فانكشن الكوند او الكيس اوف، اوكي. فحسب الحاله، يعني عندنا هاي حاله بتنبعث له انه مثلا اذا بعت للبروس اي دي انه مثلا حاله الكمبيوت، اوكي، او حاله الاكزيت. هلا الاكزيت ممكن تاخذ كلمتين، يا اكزيت تاخذ هون نقطتين فوق بعض نورمال، اوكي، او بتاخذ محل الريزون اكزيت، يعني خروج، خلص بسكر البرنامج، اوكي، ما عادش بيكمل التكويد، اوكي، ف ما عادش بيكمل تشغيل التكويد، اوكي. يا بتكون هون نقطتين فوق بعض كلمه نورمال، يا نقطتين فوق بعض يعني الاتوم اللي اسمه نورمال، او الاتوم بسموه كيل، اوكي، يعني يقتل، تمام. اذا انبعت له طريقه كمبيوت بحل شو اسمه، بيبعت هو النتيجه، اوكي، على اساس انه يحل المساله اللي هي تربيع الرقم، تربيع رقم، اوكي. طيب خلينا نشوف هلا. طيب هلا عم نعيد تعريف الوركر موديول، اوكي. انا كنت معرفها سابقا، اوكي، بس حعيدها من جديد استرش، اوكي، هي ريديفايننج. طيب هلا شو بنجي نعمل؟
بنفتح نعمل سبون لينك، بناخذ الموديول وركر بنبعث له الفانكشن دو ورك، وما الفانكشن دو ورك مثل ما شفنا فوق بالكود ما بياخذ، ما بياخذ هون اي الا ما بياخذش متغيرات يعني بين قوسين. اوكي فكرمال هيك هنعمل بروس اي دي سبون لينك دو ورك. اوكي فهيك يفتح بروس اي دي. اوكي بفرغ العملية في هذا الفانكشن. اوكي هلا هذا الفانكشن كيف رح يشتغل؟ بيشتغل بس نبعث له اوكي على البروس اي دي القيمة اللي هي انه كومبيوت 4 سيلف. اوكي لكن ببعث له دغري 3 4 شغلات بال من طريق الريسيف. اوكي بس بنحطهم قاعدين ب توبل اوكي او كيبورد ليست اللي بدنا اياه. المهم هذا هي الليستة اللي هون اوكي بنبعث له فيها، فهو على الباترن ماتشنج في ال في ريسيف. اوكي حسب هون مثلا تمام بيشغل السند اللازمه. اوكي فهو اوكي راحت عنا من ايدينا شغله. بدي بحط مثلا كمان وحده 16 كمان 32 تمام. هلا اذا عملت فلاش اوكي بروح نزل لهن كلهم تمام، ببعت لي النتيجه تبعتهم كلهم تمام. هلا بدنا نشوف اذا طبعا بس تعمل بروسس اي دي الايف هي معناها بعدها شغاله تمام، لانه عم تعمل مره ثانيه دو ورك، عم تعمل شو مره ثانيه دو ورك، فعم تعمل مره ثانيه دو ورك عم تشغل فانكشن ريسيف. فانكشن ريسيف حيضله ناطر اوكي، لانه هو شو عم يعمل بالكود؟ لاحظوا كيف بيعمل ريسيف انه بينتظر نتيجه. هلا اذا بعت النتيجه هون بالريسيف بيستقبل انه هيدي الكلمه كيف، فبرد ببعث لك مره ثانيه على البروس اي دي هاي النتيجه. اوكي فانت بس تعمل بالفلاش بتستقبل كل النتيجه. طيب هلا مدام خلص الريسيف شو بيش بيعمل؟ بيعمل دو ورك وبيطلب حاله مره ثانيه، فبرجع بنضل وناطر، فهي معناها البروس بعدها شغاله. هلا كيف بطيرها من الاكزت؟ بس ابعث للريسيف اكزت، فبتعمل اكزت كيف ما بتكملش على دو ورك. اوكي فببعث هلا اوكي اكزيت. هلا بضل طلع البروس اي دي نشوف اذا شغاله، طلع فولس يعني مش شغال. اوكي بس هذا ما بيعني اذا طفينا احنا وحده اوكي، اذا ضفينا احنا البروسس اوكي وين هي صارت معي قبل ما بيعني اذا احنا طفينا العمليه الفلاش ما بتشتغلش. اوكي لا بتشتغل حتى لو طفيتها مسبقا. اوكي يعني تكون بعدتهم انت اوكي، هي مثلا نعيدها هاي سند انا رد نعرف الفانكشن من اول جديد اوكي او لا بدنا نعمل سبون، قصدي نعمل سبون لا استعمل سبون لانه هو الموديول معرف اوكي سبون لينك انا سبون لينك اوكي هي سبون لينك مره ثانيه تمام فانكشن معرف. هلا بجي انا بطلب كذا مره اوكي هاي 16 هاي 17 32 اوكي. هلا ببعت انا شو اسمه اكزت تمام، اذا عملنا فلاش تمام بينزل النتيجه، بس مش معناها البروس اي دي لما لاني عملت لها كل طيب. هلا خليني اجرب على الكل، ابعت له رساله كل، السبب انه كم كل، فهي ما بتاخذ نورمال يا بتاخذ كل. شوف شو بصير بالفلاش. هلا هون اكزيت ريزون كل في عندنا مشكله تمام. هلا هون كانوا عملنا
مشكلة. خلينا نشوف الفلاش شو بصير فيها. اعطاك اوكي. اها عرفت شو، ما حصلنا على النتيجة. اوكي لما عملت اكزيت نورمال بروح بعتهم على قلم المهلو وبخلص كل شيء، بس بتقول له كل خلص قتلهم كليا وما عادش لهم لازمة. اوكي تمام. فا هيدي عن سبون لينكس. اوكي فالكل ما بيخلي الفلاش تشتغل، عرفت شو؟ ما حصلنا على النتيجة الأخرانية. طيب فإذا هذه عن البروسس لينكس. طيب